أكدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أن الوزارة تسعى جاهدة لفتح آفاق التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بتقديم الخدمات والاهتمام بذوي الهمم من خلال تقديم الخدمة الثقافية والفنية والوصول بخدمات الوزارة وأنشطتها لكل فرد في المجتمع. جاء ذلك خلال توقيع وزيرة الثقافة بروتوكولا للتعاون مع المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم للتعاون في مجالات الإتاحة واكتشاف الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية لذوي الهمم.